صباحكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، صباح السعادة اللي تملأ حياة كل فرد في هذه الأرض الطيبة، تعطينا طاقة للإنجاز والعطاء بكل حب. في هذا اليوم يوم السعادة العالمي، نتمنى لكل مشاهدينا أن تكون أيامكم كلها سعادة وأكيد أيام فرح. مشاهدينا حلقتنا لهذا اليوم متنوعة بموضوعاتها وكذلك متميزة، نطل فيها عليكم من صباح الشرقية. الحين مشاهدينا نتعرف معاكم على أهم العناوين. الاحتفال بالنصف من شعبان في منطقة الخروس. ويوم السعادة العالمي وتأثيره الإيجابي. أيام الشارقة التراثية بمدينة كلباء. ومشاهدينا بعد ما تعرفنا معاكم على عناوين حلقتنا لهذا اليوم، نود دائما في مستهل هذه الحلقة بإطلاعكم على آخر الأخبار المحلية المتعلقة بإمارة الشارقة، وجولة سريعة لأهم الأخبار في صحفنا المحلية نبدأها معاكم اليوم من صحيفة الخليج في تفاصيل الخبر. شرطة الشارقة تنظم مبادرة للسعادة. نظمت القيادة العامة لشرطة الشارقة متمثلة في إدارة العمليات المركزية وإدارة ترخيص الآليات والسائقين بالتعاون مع معهد الشارقة للسياقة مبادرة للسعادة التي جاء تنظيمها تزامنا مع اليوم العالمي للسعادة الذي يصادف غدا 20 مارس آذار من كل عام. حضر المبادرة العميد الدكتور أحمد سعيد الناعور مدير إدارة العامة للعمليات المركزية، والمقدم خالد محمد الكي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين، وطارق صالح المدير التنفيذي لمعهد الشارقة للسياقة، وعدد من المتعاملين في المعهد، إضافة إلى عدد من الضباط وصف الضباط والأفراد من شرطة الشارقة. وأكد العميد الدكتور أحمد الناعور أن شرطة الشارقة تضع تعزيز قيم السعادة والإيجابية في مقدمة أهدافها من خلال ترسيخ مفهوم السعادة ضمن أنشطتها التي تنظمها في بيئة العمل لمنتسبيها والخدمات التي تقدمها لمتعامليها، باعتبارها وباعتبار السعادة أسلوب حياة في مجتمع دولة الإمارات. وننتقل أيضا مشاهدي الكرام إلى خبرنا التالي ومن صحيفة الخليج. بلدية الشارقة توزع 2000 شتلة زراعية على مرتادي الحدائق. في تفاصيل هذا الخبر، اتساقا مع رؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة في التشجيع على الزراعة والاهتمام بها ونشر الرقعة الخضراء وتحقيق الاستدامة البيئية، وزعت بلدية مدينة الشارقة أكثر من 2000 شتلة على مرتادي الحدائق في مدينة الشارقة ضمن مشاركتها في أسبوع التشجير، كما وفرت 200 شتلة وزرعت على أيضا مبنى دائرة الخدمات الاجتماعية ضمن مبادرة الدائرة تشجير. وأكد عبيد سعيد الطنيجي مدير عام البلدية الحرص على المشاركة في أسبوع التشجير سنويا وانطلاقا من دورها في نشر الرقعة الخضراء وتنفيذ المبادرة البيئية والزراعية التي تعمل من خلالها على تشجيع جميع أفراد المجتمع على الزراعة والاهتمام بها والإسهام في تحقيق الاستدامة وتعزيز المظهر الجمالي للإمارة الباسمة وغرس ثقافة الزراعة وخصوصا لدى الأطفال، فضلا عن تعزيز النشر وأيضا نشر الوعي البيئي. وأيضا مشاهدين الكرام، هذه كانت أخبارنا لهذا اليوم، وبالتأكيد اخترنا لكم اليوم مجموعة من هذه الصحف أو من هذه الأخبار اللي انتقلناها لكم، وبالتأكيد هناك الكثير من الفقرات الحاضرة معنا في برنامج صباح الشرقية. وننتقل معكم أيضا مشاهدين الكرام إلى خبرنا أيضا الأخير ومن صحيفة الاتحاد. خبرنا يقول احتفاء عالميا بالمشروع الثقافي بالشارقة ببولونيا لكتاب الطفل. تحل الشارقة ضيف شرف على الدورة 59 من معرض بولونيا للكتاب ولكتاب الطفل الذي ينطلق من 21 إلى 24 مارس الجاري في تكريم ويجسد حجم حضورها بين عواصم المعرفة العالمية ويعبر عما تمتلكه من تجربة وبيئة تحتية ورؤى جعلت من الثقافة طابعا لها وعلامة تميزها.
وعلى مدار 4 أيام تنقل الشرقة رؤيتها في النهوض بالثقافة الإماراتية والعربية إلى العالم من قلب مدينة بولونيا الإيطالية، إذ تنظم بإشراف من هيئة الشرقة للكتاب وسلسلة من الفعاليات والورش والعروض الفنية والتراثية، وتعكس تجربتها في اهتمامها بصناعة كتاب الطفل والاستثمار بمستقبله المعرفي. ومشاهدينا، هذه كانت أخبارنا لهذا اليوم اللي انتقاها لنا فريق العمل من الصحف المحلية الموجودة في دولة الإمارات. بالتأكيد هي إنجازات لإمارة الشرقة ولدولة الإمارات، وما نختاره اليوم من هذه الصحف التي دائما نراها في إمارتنا الباسمة ودولة الإمارات تعكس الرؤى وكذلك الظواهر الإيجابية في إمارتنا الباسمة إمارة الشرقة. ننتقل معكم الآن، نتعرف معكم على درجات الحرارة وحالة الطقس لهذا اليوم في المنطقة الشرقية وباقي مدن إمارات الدولة. خلكم ويانا. ومشاهدينا الآن ننتقل معكم لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الشرقية. وفي تقريرنا التالي، نظم الضاحية الخروس التابعة لدائرة شؤون الضواحي والقرى فعالية النصف من شعبان التي تعتبر من العادات الشعبية التي توارثها الأجيال، احتفالا بقرب حلول شهر رمضان المبارك. تفاصيل في التقرير التالي. الخروس بالتحديد هنا المشهد، إذ تسابق الصغار لركوب القطار الذي كان وسيلة تنبيه للأطفال والأهالي لحضور فعالية النصف من شعبان التي كانت من تنظيم ضاحية الخروس التابعة لدائرة شؤون الضواحي والقرى. أشكر دائرة الضواحي والقرى متمثلة بمجلس إدارة ضاحية الخروس على الفعالية الجميلة، فعالية حق الليلة في ضاحية الخروس. جزاهم الله خير، ما قصروا، أسعدوا عيالنا، يابونهم القطار تمشوا بالشعبية. أيضا بعد القطار دخلنا العيال الحديقة، انتسبوا للورش والأركان المتواجدة في الحديقة واستلموا طبعا حقهم ونصيبهم من حق الليلة. الكل سعيد وفرحان ومبسوط، جزاهم الله خير، ما قصروا، الله يعطيهم ألف عافية. ففي حديقة الخروس تجمع الأهالي وتسابق الأطفال وهم يرتدون مختلف الأقمشة التي تعبر عن فرحتهم في هذه المناسبة العزيزة التي جمعت أهالي المنطقة وعادت لتحيي التواصل وتجدد الفرحة في النفوس. وتنوعت الورشات والفعاليات والألعاب التراثية وسط بهجة غامرة. نشكر إدارة مجلس ضاحية الخروس على هذه الفعالية الجميلة. استانسنا وايد بفعالية حق الليلة وبالأخص استانسنا بالقطار، ونتمنى المزيد إن شاء الله. استانست بحفلة حق الليلة وجمعت وايد حلويات. تعددت مظاهر الاحتفال بليلة النصف من شعبان وسط هذه المشاهد التي تؤكد تمسك الأهالي بالعادات والتقاليد العريقة. استبشارا بقدوم شهر رمضان الكريم، ها
ها هي ضاحية الخروس تنظم فعالية النصف من شعبان. هذه الفعالية التي تهدف إلى تعريف الأطفال بالموروث الشعبي الإماراتي وعلى أهم العادات التي يحرص المجتمع الإماراتي الحفاظ عليها على مر الأجيال. طبعا نشكر زميلتنا عشا الطنيج على هذه التغطية وهذه النقلة المميزة في الاحتفال بطبعا يعني هذا اليوم المميز. مشاهدينا، للسعادة مسالك كثيرة تتعدد أنواع السعادة بين الأشخاص، فما يسعدنا في السنوات الأولى من حياتنا يختلف عما يسعدنا حين نبلغ سن الرشد. وعلى سبيل المثال، والسعادة هي واحدة مهمة وتتعدد وتبقى أيضا هي الشعور بجمال الحياة وطمأنينتها. لحديث أكثر عن السعادة يسعدنا اليوم استضافة الدكتورة رقية حسين، أخصائي أسري وتربوي. حياك الله دكتورة ويا صباح السعادة. صباح السعادة، حياك الله أستاذ محمد، حيا الله المشاهدين. اليوم المفروض طاقة إيجابية، المفروض خلاص اليوم كلنا نبتسم، ناخذ طاقة نبتدي بالقرار بالسعادة والابتسامة. أكيد اليوم يعني بما أن يوم يصادف يوم السعادة دكتورة، بداية كيف يمكن للشخص أن يكون سعيد في بداية يومه وانطلاقة يومه؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. السؤال هذا جدا مهم، لأن فعلا لو بديت بداية يومي سعيد إيجابي، هذا البداية هذه بتنطلق نجاح من بداية اليوم لآخر اليوم، وخلاص أعتبره منهج في حياتي. فكيف أنا أبتدي يومي سعيد؟ أنا أخلق لنفسي السعادة، أبحث عن أسباب اللي تجعلني سعيد مهما ما كان من حولي من ظروف أو مؤثرات تمنع عني هذا الشعور، أن أصل إلى شعور السعادة اللي هو طبعا شعور السعادة. ما هو شعور السعادة؟ هو الوصول إلى حالة من المزاج، هو الوصول إلى محاولة الوصول إلى الرضا التام إلى القناعة. هذه هي السعادة. السعادة هي شعور أن أنا أوازن بين متطلبات الجسد ومتطلبات الروح، أوازن بين ما أحققه من رضا لنفسي ومن حولي من الآخرين، كذلك موازنة بين ما أحتاجه، ما مشاعر الموازنة فيما يخص الأمور الدنيوية والأخروية. هذه كلها الموازنات هي التي تحقق لي شعور السعادة. ولما أحطها في هدف في بداية يومي، بحط هذه قاعدة تكون مستوفية هذه الشروط. جميل. موازنة بين الجسد والروح، موازنة بين متطلبات ومن حولي من الآخرين، موازنة بين أمور الدنيوية وأمور الأخروية، وبنطلق إلى آخر يومي وأنا سعيد. جميل. يعني دكتورة ارتباط السعادة يرتبط بالقناعة. بالقناعة، نعم، بالرضا، بالقناعة بشكل كبير طبعا. اليوم أنا اللي أخلق لنفسي السعادة. قد يكون في ناس تجد عندها سبحان الله كوارث، صارت عندها كمثلا وحدة توفى ابنها، أحد انفصل منها، فقد عمله، حد مات العزيز، وهكذا. فتجد سبحان الله من تجي تلاقي هم يخلقوا لنفسهم السعادة، ليش؟ هم عندهم قناعة ورضا، هذا أمر الله. فوبالتالي هذا الشيء ما راح يخليني ان انا ليش انا راح لما اتذمر على ما يحدث لي من كركبه في الحياه او ابتلاءات، انا افقد السعاده في ذاتي، وبالتالي اؤثر في فقدانها ممن حولي. من حولي هم بحاجه لي. صحيح. انا فرد، يعني كلنا كافراد المجتمع ننشر، نعم، محتاجين احنا ننشر السعاده، لو بكلمه صغيره، لو بشعور معين. صحيح. اقدر اوصله للاخرين، فبالتالي هذا الشعور انا لما ازرعه في الاخرين تلقائيا راح يرجع لي انا. فعلا دكتوره، صنفت دوله الامارات من انها من اسعد شعوب العالم. صحيح. هذا التصنيف كيف يتم، وكيف يمكن للدوله ان تحصل على هذا التصنيف؟ هي ما شاء الله حصلت على المركز الاول على مستوى الدول العربيه، ومركز 21 على مستوى دول العالم، وهي اول دوله استحدثت وزاره السعاده. دوله الامارات عام 2016، يعني من حوالي تقريبا 6 سنوات، وأول وزيرة سعادة وأصغر وزيرة على مستوى العالم، وزيرة عهود الرومي. صحيح. يعني ما شاء الله، كان هذا من رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الله يطول في عمره. وبالتالي هذه الرؤية
بدأت يعني وضعت مؤشرات السعادة حتى تدخل الآن في تقريبا كافة الجهات الحكومية تجد مؤشرات السعادة تختار أنا طبقا لهذه المعاملة اللي أجريتها، هل أنا سعيد، هل أنا محايد أم أنا غير سعيد. هذه كلها مؤشرات أن تخلي الموظف حريص أن اليوم أنا أقدم أفضل خدمة عشان يكون هذا العميل راضي عن أدائي في سرعة الإنجاز في الاهتمام بالمعاملة وما إلى ذلك. ولذلك كان الله يطول في عمره حريص أن مثل ما تكون كدولة كإمارة دبي إمارة إلكترونية كذلك تكون تنشر السعادة، تكون منبع لنشر السعادة في العالم، وبدأ ما شاء الله يطبق وانتشرت هذه الفكرة مثل ما نشاهد على كافة مستوى إمارات الدولة. الحمد لله، دائما شعار السعادة هو متواجد في دولة الإمارات يعني منذ القدم، وإحنا صغار كنا نسمع ابتسم أنت في الشارقة. نعم. فيعني هذه أيضا الأمور اللي يشعر فيها الشخص بالسعادة لما تتوفر فيه من مقومات، حتى المقومات السياحية. نعم. الترفيهية، الخدمات التثقيفية، الأمور هذه كلها هي أيضا تلعب دور كبير في السعادة. فنحن دائما نقولنا في دولة الإمارات أساس يعني أساس السعادة موجود منذ القدم في دولة الإمارات. فلله الحمد هذا المفهوم وهذا الغرس اليوم نحن نتحدث عنه يعني دكتورة، ولكن كيف يمكن أن أنشره وأن أغرسه في البيئة المحيطة حوالي؟ كيف نشر السعادة؟ مثل ما ذكرت عبارة ابتسم أنت في الشارقة، يمكن من نحن صغار نجد العبارة مكتوبة على المساحات الخضراء ونقرأها يعني ولازلنا ولا حتى الآن يرددونها بقوة. صحيح. فعلا أنت من تكون تجد كل شيء يبعث في نفسك السعادة وأنت بالشارقة تجدها تشعر بحق بصدق هذه العبارة. وبالتالي يعني مثل هذه العبارات يمكن البعض ينظر لها كشيء بسيط، لكن لا يعلم كم يمكن لا يشعر حتى كم أثرها في النفس. صحيح. لو دققنا سنجد تصنع فرق، تصنع أثر بشكل كبير في النفس أستاذ محمد. وذلك أنا لا أتجاهل يعني أي شيء أستطيع أن أصنع سعادة للآخرين أو أتلقى هذه السعادة من الآخرين، لا أتجاهل هذه المشاعر، احنا محتاجينها. صحيح. من حولنا محتاجينها، وانا مثلا مقتدر ماديا من خلال هذه الماده اخصص جزء لصنع السعاده في المجتمع، ادعم مشاريع معينه في المجتمع، من حولي من الاهل من الاقارب من اطفال العائله من الجيران، من هذه فقط جزء انا خصصته ماديا، هذه فقط اسميها تحت بند السعاده. ليش لا؟ لما اشوف السعاده في وجوه الاخرين هذه السعاده تلقائيا راح تنتقل لي، سعيد ان قاعد اصنع شيء يفرح الاخرين. وبالتالي هذا الشعور تلقائي راح انا احتاجه. صحيح. يعني هذا الشعور انا صنعته للاخرين بس هو رجع لي في الاخير. واحتاجه ويعطيني ايجابيه ويعطيني تقدم للامام، ما راح يعطيني احباط ان انا قاعد اتراجع للخلف. يعني انا ما في شيء بذره خير اصنعها الا وترجع لي. صحيح. نعم. اخيرا دكتوره رقية، دور السعاده في بيئه العمل وتاثيرها على الانتاجيه. نعم طبعا لها تاثير كبير ولا شك ذلك. انت تخيل لما يعطونك معامله وانت متذمر غير قابله، يعني يمكن تسبب في كثير من الاخطاء في اثناء عملك. ليش انت اخذت هذا العمل وانت غير متقبله حتى نفسيا؟ يعني فاقد الشعور بالسعاده وقاعد اعمل شيء كاني مجبور على هذا العمل. صحيح. فاول شيء الاخطاء راح رده فعلي ممكن اخسر ناس كثير. لما مثلا انا متضايق من شيء وحد مثلا يكلمني او حتى مديري في العمل او زميلي في العمل وما الى ذلك، او حتى موظف او حتى عفوا عميل. صحيح. ممكن انا اخسر كثير لما انا استبدل شعور السعاده بشعور اخر وانا قادر ان انا اتلاشى حتى لو في شيء. يعني في كثير من الاستراتيجيات انا ممكن استخدمها. يقول لك مثلا الجلسه نفسها، طريقه الجلسه لما تجلس مستقيم هذه لوحدها تعطيك طاقه ايجابيه وتعطيك شعور بالسعاده. جميل. لما انت تستبدل كذلك تفكير اي شيء، استبدال اي تفكير سلبي بتفكير ايجابي حوله. يعني مثلا عندي معوقات معينه في حياتي، انظر شنو الايجابيات اللي فيها. جميل.
يعني هناك الكثير من المسببات وهناك الكثير من العوامل اللي يمكن أن تؤدي إلى السعادة. نتمنى لك دكتورة عفوا يوم سعيد، وللمشاهدين كذلك يوم سعيد وأيام سعيدة إن شاء الله للجميع. شكرا لك دكتورة ويعطيك العافية. شكرا لكم أستاذ محمد. شكرا لك. شكرا.